وبعدين بقى فوق بقى، لازم تفوق. انت مين؟ انا لسه عايش ولا؟ لا لا، انت مت خلاص ودلوقتي في العالم الاخر. طبعا لسه عايش، بس عايش عشان انا لحقتك. ها، لحقتك في اخر لحظة. ده اللي انا كنت خايف منه، اديني كنت هضيع في لحظة. كويس ان كنوز ما جاتش معايا. كنوز؟ كنوز مين؟ كنوز اختي، كانت عاوزة تيجي معايا وانا. مفيش وقت للكلام، اسكت لحد ما فكك خالص ونخرج من هنا، وبعدين هنبقى نشوف نعمل ايه. شكرا جدا انك انقذتيني، انا معرفش من غيرك كان هيحصل لي ايه. كان زمانك لسه جوه الصندوق، او وجبه خفيفه لتمسح النهر. انتي هتتريقي عليا عشان انقذتيني ولا ايه؟ خلاص رجعيني التابوت تاني. خلاص خلاص ما تزعلش، بس انت مين وجيت هنا ليه؟ مش عارف لو قلتلك انا مين هتصدقيني ولا لا، بس انا واحد من زمن تاني، زمن بعيد بعيد قوي، بعد آلاف السنين من دلوقتي. آلاف السنين؟ يعني ايه؟ وازاي جيت هنا؟ مش مهم انا جيت ازاي، لاني انا نفسي معرفش غير مجرد كلمة بتنقلني للزمن ده. المهم دلوقتي نمشي من هنا. يعني هترجع للزمن اللي بتقول انك جاي منه؟ ضروري، لاني حاسس اني اتورطت في حاجة انا مش قدها، وحراس الملكة لو لقوني اكيد هيمسكوني تاني، ومش بعيد يمسكوك انت كمان. يمسكون انا؟ مستحيل مستحيل حد منهم يقدر يقرب مني. اللي يفكر بس يتحط في السجن فورا. ليه يعني؟ حتشبسوت مثلا وانا معرفش. لا مش حتشبسوت، انا ميريترا بنتها. ايه بنتها؟ انت محظوظ. عارف ليه؟ لاني كنت بتلصص على الملكة والمهندس سننموت، يعني عاوز اعرف بيتكلموا في ايه، وبالصدفة انت ظهرت وشفت اللي حصل معاك. فضلت مراقبة الحراس علشان اعرف مكانك، واستنيت لما مشي ودخلت بسرعة، ودلوقتي انا عندي خطة تخليك موجود وفي نفس الوقت محدش يعرفك. وايه هي؟